السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة نشرة أخبار منتصف الليل من تونس، وهذا أبرز ما فيها في عناوين. تطمينات من المؤسسات المالية الدولية لاستمرارية الدعم المالي للبرامج التي تنفذها في تونس. مجلس شورى النهضة يحدد سياسة الحزب في مشاورات تشكيل الحكومة، والغنوشي رئيس لجنة التفاوض. تواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الثالث على التوالي، والرئيس ميشيل عون يطمئن اللبنانيين بإيجاد حل للأزمة. خلصت لقاءات عقدها وفد حكومي تونسي مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الاستمرار في دعم المؤسسات المالية الدولية لتونس وإبرام عدة اتفاقيات اقتصادية. ركزت لقاءات الوفد التونسي إلى اجتماعات الخريف التي يشترك في تنظيمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم للبرامج التي تنفذها المؤسسات المالية الدولية في تونس. الاستمرارية من الجانب التونسي هي ضرورة، وإحنا باقيين نوصلوا فيها. الجيد هو كذلك ما سمعناه اليوم مسؤولي البنك الدولي على استعدادهم لمواصلة التعامل مع تونس ومع الحكومة التونسية، سواء الحكومة الحالية والحكومة القادمة. علاقة البنك الدولي مع تونس هي علاقة قديمة، وعلاقة يعني تتجذر في تاريخ البنك الدولي وفي تاريخ تونس. فيعني تداول الحكومات ولا تداول السياسات هو يعني ما يغيرش في العلاقة هذه. وكانت اجتماعات الربيع مناسبة لتأكيد التزام تونس بالإصلاحات التي بدأت فيها ولم تتغير مع تعاقب الحكومات. يعني نحن اللي أكدنا عليه أن تونس ماضية في الإصلاحات مهما كانت الحكومات ومهما كانت الرؤساء، هناك استحقاقات إصلاحية كبرى، هناك حظائر متاع إصلاحات موجودة فتحتها الحكومة السابقة، فتحتها حكومة قبل السابقة منذ 2015 تشتغل عليهم الحكومات المتعاقبة في تونس. وتم خلال زيارة الوفد الإعلان عن برامج واتفاقات ستنعكس إيجابا على حياة التونسيين اليومية. انتظارات كبيرة من الشباب، من التونسيين في الجهات في دعم القطاعات الاقتصادية، والحوار كان دائما هو كيف يمكن اليوم أن التونسيين يجدون الدعم المطلوب. إنه اتفاق لدعم إعادة بناء الأحياء التاريخية للمدينة القديمة في تونس، كلفة المشروع 6 ملايين يورو، وسيكون له وقع هام على التوظيف وعلى مجمل سكان تونس. مشروع للمنح الدراسية للطلاب لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه. أيضا هناك مشروع أو برنامج اللي هو العلوم والتكنولوجيا والابتكار. البنك أسس أو أنشأ صندوق ب$500 مليون، وهو موجه للشباب الذين لديهم أفكار ولديهم طموحات لتحويل هذه الأفكار إلى منتجات. تطمينات متبادلة بين تونس والمؤسسات المالية الدولية بأن الاستمرارية هي الصفة الطاغية على علاقة الجانبين، استمرار تونس في مسارها الإصلاحي والسياسي، واستمرار المؤسسات الدولية بدعمها دون تغيير. إميل بارودي، التلفزة الوطنية التونسية، واشنطن. في الشأن الفلاحي الآن، تم طرح أبرز إشكالات قطاع الألبان السبت في ندوة صحفية نظمتها جمعية منظومة الألبان. المشاركون في هذه الندوة من مهنيين ومصنعين وفلاحة أكدوا تدهور منظومة الألبان في تونس جراء تراجع عدد الأبقار وبيع نسبة هامة من القطيع بسبب غلاء تكلفة الإنتاج. أزمة متوقعة من جديد في قطاع الألبان وضرورة التحرك من أجل إنقاذ المنظومة، هذا ما أكده المشاركون في هذا اليوم التوعوي الذي تنظمه جمعية منظومة الألبان تحت عنوان أزمة الحليب بين الاندثار وأمل الإصلاح. اليوم فما مشكلة في الحليب، والمشكلة في الحليب منه غدوة يمكن مش متوفر في الأسواق. 1,900,000 لتر في المطلوب، والمنتج يعطينا الفلاح يعطينا في 1,500، فما 400,000 لتر حليب ناقصة في اليوم.
احنا حبينا انونتيسيب، حنا نستبق الاحداث ونقولوا راه فما مشكل. المشكل نجمو نعالجوه بطريقه سهله، انه المواطن يكون شاعر بالمسؤوليه وما يتلهفش على الحليب اول حاجه، ثاني حاجه ينجم ينقص الاستهلاك الزايد اللي هو يضيع فيه في النهار ولا في يضيع فيه في حاجات ويستهلك جست الاستهلاك اليومي فقط. رئيس النقابة التونسية للفلاحين أكد أن المشكل الأساسي في تراجع منظومة الألبان هو ارتفاع كلفة الإنتاج. المشكل الأساسي اليوم متاع منظومة الألبان على مستوى الإنتاج، اليوم الفلاح التونسي ما عادش لاقي روحه على خاطر فما زيادة هامة في كلفة الإنتاج، والفلاح المربي التونسي قاعد يبيع في المنتوج متاعه تحت الكلفة ويذي دونك ما يدخلش في مردودية كافية، وصل يبيع القطيع نتاعو 20% تقريبا من عدد الابقار ناقصه في تونس، وفما عده اشكاليات خاصه راجعين لكلفه الانتاج. تفعيل ماذا بينا القانون نتاع المنحه، شفنا اللي الدوله تحركت السنه في 2018 وسمعنا اللي فما منحه ب 60% للاراخ اللي مش نجيبوها معناتها من برا، قعدنا نستناو الى حد اليوم. انا توا اليوم 19 اكتوبر تفعيل ما صارش، انه اليوم نغزروا الفلاح ويتدعم ديريكتومون، مش نخلوا دعمته بالشعير ما وصلوش والنخاله ما توصلوش ونقولوا راه دعمناه، ريال مويز وتوصلوا دعم مباشره. تأهيل حلقة الإنتاج وتوجيه منح الدعم للمنتجين مباشرة مع وضع استراتيجية جديدة للقطاع عناصر قد تساهم وفق المشاركين في هذا اليوم في دعم منظومة الألبان وعدم تكرار أزمة الحليب. في ختام اليوم الأول من الدورة 32 لمجلس شورى حركة النهضة بمدينة الحمامات، قال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني إن رئيس الحركة راشد الغنوشي هو المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة وفق القانون الداخلي للحركة، لكن هذه المسألة مرتبطة بموقفه ورغبته في الترشح أو اقتراح شخصية أخرى. عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى رجح في تدخله الإعلامي إمكانية تولي رئاسة الحكومة من الحركة مع تواجد واستمرار المفاوضات والمشاورات مع عدد من الأطياف السياسية ما عدا حزبي قلب تونس والحزب الحر الدستوري. بيعت هذه الحكومة، هيكلت هذه الحكومة، أطراف الحكومة وخاصة برنامج الحكومة، لأن نريد هذه الحكومة أن تكون قائمة على برنامج يعبر على طموحات التونسيين وعلى طموحات شبابنا وجهاتنا المحرومة، وخاصة في الحرب على الفساد، وخاصة معناتها في الحرب على الفقر، وخاصة في الحرب على البطالة، وخاصة في الحرب على تخلف التنمية في مناطق عديدة من بلادنا. فأمامنا لحظة كبيرة، فرصة كبيرة، ولكن أمامنا مسؤوليات كبيرة، فنهضة تمد يدها لكل القوى الثورية. وفي هذا الإطار ذكر الهاروني أن هذا التشكيل سيكون ضد الفساد، تناقش فيه طبيعة الحكومة وهيكلتها وأطرافها وخاصة برنامجها، وأردف بأن المؤشرات في هذا الجانب إيجابية. بدينا أن نناقش كل هذه القضايا، النهضة طلب منها الشعب التونسي أن تحكم، والنهضة ستحكم وستختار شركائها وستسعى إلى تكوين حكومة عند قاعدة برلمانية قوية لتمرير قرارات قوية وإصلاحات ضرورية. وقد أكد رئيس مجلس الشورى أنه لا مجال لانتخابات سابقة لأوانها، ولا مجال لحكومة يعينها الرئيس، مع التأكيد على التفاعل والتعامل الإيجابي مع المنظمات الاجتماعية وعلى رأسها المنظمة الشغيلة. انطلقت في كامل ولايات الجمهورية وعلى امتداد شهر حملة التقصي المبكر لمرض سرطان الثدي، وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة هذا المرض، نظمت وزارتا المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والصحة بالتعاون مع مجلة المرأة المغربية الدورة 3 لحملة سليم شاكر للتقصي المبكر لمرض سرطان الثدي. هي رسالة إيجابية تحمل في طياتها تفاؤلا وأملا ومستقبلا ورديا، أرادت أن تبعثها نسرين بن خديجة إلى مرضى سرطان الثدي، وهي التي أصيبت وشفيت من هذا المرض. رسالة تحث فيها على ضرورة تحدي المرض. أنا مرضت به في جانفي 2017، فقدت بروحي في جانفي 2017، مشيت في عندي في صدري كعبورة، مشيت نشوف فيها يا أخي طلعت كانسيروز، نحيناها، عملنا العلاج الكل، عملنا الشيميو راديو كل شيء، تو الحمد لله لاباس. دونك المرض هذايا السلاح نتاعو، السلاح باش تحاربه هو انك تحب روحك، تعيش روحك، تنقص من ستريس.
مجلة المرأة المغربية، ولمزيد توعية ورعاية مرضى سرطان الثدي نظمت حملة توعوية في دورتها السنوية السادسة تحت شعار خمم في روحك راهو قيد. والمرأة اللي تعبة برشا خاصة كوتي ايموسيونيل وسرطان الثدي، هذاك علاش السنة حاجة جديدة. بطبيعة ديما لو ديبيستاج موجود، نجيبوا الطب مشكورين لي بارتنير نتاعنا يجيبوا الطب باش متطوعين باش يعديوا عليهم، وان باراليل جبنا كاتر كوتش باش يحكيوا مع النساء الموجودين يفسروا لهم. أهم حاجة أنه لو بيانيتر ما يتطلبش برشا فلوس، ما يتطلبش برشا وقت، ولكن يتطلب الوعي. وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض سرطان الثدي، نظمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والصحة حملة سليم شاكر للتقصي المبكر عن هذا المرض. كيف ما تراو معناها اليوم فما التقصي موجود هوني، موجود في كامل تراب الجمهورية على امتداد شهر كامل باش نوعيوا الناس اللي راهو ساهل، وخاصة أنه 9 نساء من 10 ينجموا يرتاحوا إذا كان يفقوا به بكري، يلزمهم يفقوا به بكري. وحتى حد ما تخاف تقول راني ما نجمش نمشي نعملوا فيه بلاش فلوس، نعملوا فيه في كل وقت، ونعملوا فيه وقت اللي المرأة تجي وما يلزمهاش تخاف. أكثر ما تفتن بصفة مبكرة أحسن حاجة، خاطر اليوم هو توا النجاح متاع العلاج هو الوقت اللي تشخص على بكري. وتنجم واحد يبرى، مش عندنا توا عباد تبرى براتيكمون حياه كامله لاباس، ما فهمت. هذا من الامراض اللي اعتناو بهم توا فوق من 40 سنه، نعرفوا نداويوه بالكدا. هذا وتنظم الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي هذا الأحد بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي تحت شعار اتفقد روحك. الأخبار العربية والدولية نبدأها من لبنان، ففي محاولة لتهدئة الوضع هناك احتجاجات واسعة النطاق في البلاد. قال وزير المال اللبناني بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية. يأتي ذلك بعد أن طمأن الرئيس اللبناني ميشيل عون اللبنانيين بإيجاد حل سريع للأزمة. أمام تواصل الاحتجاجات التي تشهدها لبنان لليوم الثالث على التوالي، يعقد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفرقاء السياسيين من أجل تطويق الأزمة والتوصل إلى حزمة من الحلول تستجيب للمطالب الشعبية وتمتص غضب الشارع. فقد أمهل شركائه في الحكومة اللبنانية 72 ساعة للقيام بإصلاحات بعدما اعترف في كلمة متلفزة الأزمة التي يمر بها لبنان بسبب معدل التضخم وفرض ضريبة جديدة وارتفاع تكلفة المعيشة. في المقابل حمل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الحكومة مسؤوليتها في الأزمة الحاصلة في الشارع اللبناني، إلا أنه تمسك بها في الوقت ذاته وقال أنه لا يؤيد استقالة الحكومة لأن البلاد أمامها وقت ضيق لحل الأزمة الاقتصادية. وأضاف نصر الله في كلمة على الهواء مباشرة أنه يدعم الحكومة الحالية ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة. لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية، لا نؤيد ذلك. بعض القيادات السياسية في لبنان، البعض عم يحكي عن تشكيل حكومة جديدة، عم نعذب حالنا على الفاضي. ليه؟ لأن الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية ستتمثل من هذه القوى السياسية. أن يضع لبنان أمام مرحلة جديدة منهجية جديدة للقوى السياسية. وفي خطوة تعتبر الأولى للقوات المسلحة اللبنانية، حيث أصدرت بيانا تؤكد فيه تضامنها الكامل مع مطالب المحتجين وتدعو جميع المتظاهرين إلى التزام بالطبع السلمي في التعبير عن مطالبهم المرتبطة بأوضاعهم المعيشية والاقتصادية وابتعاد عن أعمال التخريب. على صعيد متصل، تزايدت أعداد المتظاهرين بصورة كبيرة ظهر اليوم في وسط بيروت رافعين أعلام لبنان ومرددين الشعارات المنددة بالتدهور الاقتصادي للبلاد. خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن مطالبين باستفتاء ثان على مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتوجه المتظاهرون إلى مقر مجلس العموم البريطاني، حيث صوت نوابه السبت على دعم تعديل يفرض على الحكومة تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت
الذي يعطل اتفاق الخروج الجديد بين لندن وبروكسل إلى أن يصبح اتفاق الخروج الجديد قانونا ملزما. إلى أخبار الرياضة الآن، حيث تم السبت بتونس العاصمة سحب قرعة بطولة أفريقيا للأمم لكرة اليد التي تستضيفها تونس في جنف المقبل، قرعة حضرها عدد من ممثلي المنتخبات 17 المشاركة في هذه البطولة القارية، وأسفرت عن تزعم المنتخب التونسي المجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات كاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر. ويسعى المنتخب الوطني من خلال هذه البطولة إلى الحفاظ على لقبه بطلا للقارة وضمان التأهل المباشر لأولمبياد طوكيو وبطولة العالم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. تطمينات من المؤسسات المالية الدولية باستمرارية الدعم المالي للبرامج التي تنفذها في تونس. مجلس شورى حركة النهضة يحدد سياسة الحزب في مشاورات تشكيل الحكومة، والغنوشي رئيس لجنة التفاوض. تواصل الاحتجاجات في لبنان اليوم الثالث على التوالي، والرئيس ميشيل عون يطمئن اللبنانيين بإيجاد حل للأزمة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.